تبدو أسواق الحديدة شبه خالية من المتسوقين رغم اقتراب عيد الفطر المبارك، إذ من المعتاد أن تكون مكتظة ومزدحمة في هذا التوقيت من كل عام. ومع دخول الحرب عامها الثاني ازداد الفقر توحشا على حياة سكان هذه المدينة، فالبعض ممن توفر لديهم القليل من الدخل جاءوا لشراء الاحتياجات ومستلزمات العيد، لكنهم يصطدمون بمشكلة غلاء الأسعار. السوق ميت، مش يعني زي كل موسم، كل موسم ما شاء الله تبارك الله يكون في حركة. لليوم السوق ضعيف وسبب الغلاء. الدرزان اللي كنا نشيله ب 2200 في رقب، اليوم نشيله ب 3200 ريال، فارق 1000، وبعد ال 30 فارق 600 وفارق 800. أصبح الغلاء إذن عائقا كبيرا يهدد البائع قبل المشتري لأبسط متطلبات العيد من حلويات وملابس، يرجع السبب لتردي الأوضاع والنقص الكبير في واردات البضائع والسلع التي كانت تأتي عبر ميناء الحديدة الذي توقف، بالإضافة إلى حالة الحرب التي تشهدها البلاد. تنام هذه المدينة بصمت على فقرها وعوزها الشديدين، تنتظر بفارغ الصبر انفراجا سريعا في الأوضاع لينقشع عنها ولو جزء من غبار الأزمات المتلاحقة.